بصي بقى احنا هنعمل ايه معايا كده، طاسه على النار هنضيف فيها شويه زيت، احنا هنشتغل على طول ضيعش وقت احنا ابدا، شويه زيت كده، شويه زيت حلوين. بصي بقى الزيت هي المسقعه بقى بالزيت، يعني لازم كده عشان تيجي تعملي مسقعه تجيبي ازازه زيت حلوه، وده اللي ما بقاش مخليها دلوقتي اقتصادي. المهم اول حاجه بنكون مجهزين البتنجان، البتنجان بتنجان رومي عادي جدا، بتجيبيه وتقشريه وتقطعيه شرايح بالطول، لان البتنجان لما بتقطعيها بالعرض وبتبقى مدوره كده بتاخد معاكي زيت اكتر، لما تقطعيها شرايح بالطول وترشي عليها شويه ملح وتسيبيها في مصفى على الاقل 10 دقايق او ربع ساعه، بتلاقي البتنجان ما يشربش معاكي زيت كتير. تاني ازاي يا ساره البتنجان عشان اعمل منه المسقعه ما يشربش زيت كتير؟ بجيب البتنجان الرومي الحلوه واغسلها كويس وانشفها، وبعدين ابتدي اقشرها لو عايزه، بعد كده اقطعها شرايح طوليه، لما تتقطع شرايح بالطول وارصها كده في مصفى وارش عليها رشه ملح واسيبها 10 دقائق او ربع ساعه، هتلاقي بقى البتنجان نزل ميته وبقى زيت غزير وتنزلي بالبتنجان. ازاي؟ احنا اول حاجه خالص بنقلي في الزيت، احنا بنجيب طاسه زيت واحده. ليه طاسه زيت واحده؟ عشان الزيت. بنجيب طاسه زيت واحده ونقلي فيها اول حاجه البطاطس، بعد البطاطس البتنجان، بعدين الفلفل الحامي او الرومي زي ما تحبي. بصي هنا الفلفل معايا عامل ازاي، متنضف وزي الفل. طيب المسقعه بتتباع في المطاعم، مطاعم بتاعت الفطار بتلاقيها دايما مكعبات، ليه؟ لان هم بيعملوها سندوتشات، انا بقى هعملها لك طاجن. بصي هننزل كده بالثوم، أول ما الزيت يسخن كده ننزل بالثوم. تمام. وبعدين يا سارة بمجرد ما الثوم يبتدي ياخد لون، أنا بس عندي إيه البوتاجاز محتاجاه على شوية. تمام. هنعمل إيه بقى؟ زي ما قلت لك اول حاجه بنحمر البطاطس، بتحمريها نص قليه. ليه نص قليه؟ بنقليها نص قليه عشان ما تتحمرش بزياده فتكون معاكي ناشفه جوه صوص الطماطم الفظيع الخطير اللي احنا هنعمله. بعدين بنحمر البتنجان، واخر حاجه الفلفل، لان الفلفل طبعا بيكون حاد. طيب انا هعمل لكم دلوقتي المسقعه عشان كمان الاطفال اللي معانا ياكلوا منها. هنعمل الفلفل رومي وهنعمل فلفل حامي، وفي نفس الصينيه هوريكي خلطه هتخليكي تاكلي انت وولادك منها. طبعا المسقعه بتتعمل بطرق كتيره جدا، ممكن نعملها باللحمه المفرومه، ممكن نعملها بالبشاميل، انا النهارده جايبها لكم بدون لحوم وبجد تاكل تاكل كده من جمالها. بصوا الثوم مجرد بس ما يبتدي ياخد لون انا مش عايزه الثوم يتحمر. ليه يا ساره؟ علشان الثوم لما بيتحمر بيكون يعني شديد شويه وبيعمل نتيجه سلبيه بالنسبه لموضوع الصدر. انا النهارده بتكلم هادي شويه علشان بدا اخد دور برد. ننزل شويه كده بكزبره ناشفه، حاجه بسيطه. المسقعه ما بتحبش البهارات الكتير. في اكل اقول لك حطي بهارات زي ما انت عايزه، ضيفي بهارات زي ما انت عايزه، لكن في اكلات اقول لك يعني قنني. شوية كمون، تمام، وطبعا ملح وفلفل، هي دي بس البهارات اللي معايا، يعني ما احبكيش تضيفي اكتر من كده. بصي وفلفل، انا بحب اضيف قوي البهارات كده بايدي واحس بيها كده في ايدي. تمام. بصي بقى كده، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ريحة الثوم بقى مع الزيت والتوابل تبدأ تطلع ريحتها الجميلة. بعدين هننزل على طول بمعلقتين خل، ما تكتريش خل، اصلها مش فتة، دي مسقعة، ما تكتريش. بصي طشة كده بسيطة، بس بصي بس كده، يعني تقريبا معلقتين كبار، معلقة الطعام اللي بناكل بيها. تمام كده. اه يا جماعة هي لونها غمق سنة كده علشان الفلفل، انا ما حمرتش الطماطم جد الثوم قوي، لا، فده اللون الطبيعي زي ما قلت لك، انت بس بتخلي الثوم يبدا يدبل، انا مش عايزه الثوم يتحمر او يمرر علشان ما تكونش معاكي تقيله. هنا على طول بقى هننزل بايه؟ بالطماطم، عصير الطماطم اللي بنضربه في الخلاط عادي خالص. هنقلب بقى كل ده كده تقليبه وهنغطي النار ونسيبها تتسبك. دي اول خطوه انا عايزاكي تعمليها في البيت مع نفسك كده. وبعدين هتعملي ايه؟ على طول هتلاقي نفسك بتحمري بقى ايه حاجات المسقعه زي ما اتفقنا.
هغطي بقى عشان تتسبك معايا بسرعة. عايزة أقول لك في إضافة كمان لو حابة تضيفيها حاجة ترجع لك، مش حابة برضو حاجة ترجع لك. شوف بصي شوية طماطم كده بتدي بقى إيه، وانت بتغمسي بتلاقيها ايه مستويه كده وبتدوب معاكي كده مع البتنجان كده والفلفل، بتبقى حلوه قوي. بصي وناخد كمان كده، تمام، نقلب كده ونغطي بقى عليها ونسيبها ايه تتسبك على طول، ما بتاخدش معانا اي وقت. تمام، هي دي الخلطه اللي فيها السر والطعم. زي ما شفتي شويه زيت، نزلنا بشويه ثوم تحميصه خفيفه، وبعدين نزلنا بشويه بهارات. البهارات اربع حاجات فقط، ملح فلفل كمون كزبره. اول ما ريحتهم بدات تطلع كده تبقى حلوه بنطش بمعلقتين اتنين خل، ما تكتريش اصلها مش فته. بعدين هننزل عليها بعصير الطماطم المعصوره ومعلقتين حلوين لو الطماطم عندك مش حمرا قوي، معلقتين كده من معجون الطماطم مع معلقتين حلوين كده من قطع الطماطم، ونسيب كل ده يتمحمص يتحمص كده ويتمحمص ويديلك النتيجه الجميله قوي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف مكون جبار. بصي رشه سكر عشان الحموضه، تفرق معاكي قوي علشان احنا بناكل من هنا ونتعب من هنا. لا كل المسقعه زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه ما تكتريش الزيوت. تمام، ايوه ما تكتريش زيوت كده، ولا تكتري زيوت، ولا تعملي ايه، ولا تحمري الثوم قوي وضيفي السكر. طيب بالنسبه بقى للناس اللي ايه، انا هزود هنا كده شويه. بالنسبه بقى للناس اللي بتحب المسقعه جدا بس عندها مشكله في ان البتنجان والفلفل والبطاطس يتقلوا، ولا اي مشكله، تقدري تجيبي البتنجان وترصيه في صاج وترشي عليه قليلا كده من الزيت، يعني شويه زيت صغيرين، وتدخليه الفرن. هنا البتنجان هيتشوي معاكي وهيبقى زي الفل، بس اهم حاجه تكون الشرايح بالصوم كده، وهتلاقيه ادالك نفس النتيجه. طبعا مش زي المقلي بس والله بتكون لطيفه قوي. وانت بقى بتحمري التوم عشان تعملي التخديعه بتحطي زيت بسيط قوي، فبالتالي بتعملي المسقعه بطريقه هيلثي وصحيه وبتبقى حلوه قوي قوي. طيب احنا دلوقتي هنعمل النهارده المسقعه مع بعض بطريقتين، وهنا بقى السر اللي بقول لك عليه. طبعا في ناس بتضيف مع الخلطه دي بتضيف شرايح من التوم الحامي، شرايح رفيعه كده الولاد مش هيعرفوا ياكلوا منها لانها هتكون حاميه زياده عن اللزوم. طب انا هوريكي بقى ازاي باكلها لاولادي. بصي معايا هنا الفلفل اللي الولاد عادي ياكلوه، شايفه احنا عاملينه ازاي، فاتحينه وشايلين طبعا قلبه بعد ما اتغسل كويس جدا جدا وبقى معانا زي الفل كده وقليناه. بصوا جماله، عايزه اقول لك لو عندك اير فاير في البيت هتعملي رف كده للفلفل، رف للبطاطس، ورف للبتنجان، وهتلاقي نفسك استووا وبقى زي الفل في الاير فاير بدون استخدام الزيوت زي ما قلت لك ممكن في الفرن. فبصي بتكون معايا بالشكل ده، برص كده، عايزه اقول لك قلب الفلفل بيكون جميل. انا عايزه اوريكي ان انت ازاي هتعملي مسقعه والولاد هياكلوا منها ومش هتبقي زعلانه انها مش هتكون ايه حاميه. هعملها بالشكل ده كده، الجزء ده فيه الفلفل الايه، بصي انا هجيبها لكم بالعرض كده عشان ايه تبقى حلوه كده، الفلفل البارد. وهنجيب في النص هنا، ناس كتير على فكره بتعمل المسقعه بدون اضافه البطاطس مع انها شيء اساسي، بس بتكون هايله 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 هايله. بصي هنا كده احنا عايزين نجيب سيرفيس اكبر شويه، كان موجود معايا دلوقتي معانا رحمه واحنا بنشوف. الو يا شيف ساره، ازيك يا رحمه؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي والله، بجد انا بحبك قوي يا روحي. ايه الاخبار؟ الحمد لله، وتسلم ايدك على المسقعه بجد شكلها تحفه. تسلمي لي يا قلبي. انا بس كنت عايز اطلب منك طريقه الايس كوفي. الايس كوفي؟ اه نعمل بكره الايس كوفي، نعمل بكره جد. احلى ايس كوفي. انا دلوقتي نقلت، عايزه الايس كوفي بس ولا عايزه حاجه كمان؟ لا هي الايس كوفي بس، وعايزه طريقه السينابون. السينابون؟ اه عينيا، ده احنا نعمل احلى سينابون. انت تامر يا قمر، اعمل لكم حاضر السينابون. انا اصلا دلوقتي ببدا اجهز في وصفات الشتاء، علشان نعمل ايه بقى في وصفات الشتاء؟ اعمل لكم السينابون واعمل لكم، بسم الله ما شاء الله، تمام، اعمل لكم السينابون واعمل لكم انا هنقل هنا شويه كده، اعمل لكم السينابون واعمل لكم
الدوناتس واعمل لكم الطواجن الرز المعمر. الشتا بيحب الاكل كتير. بصوا هنا كده انا بعمل ايه، برش كده، برص كده شرايح من الفلفل الرومي، وهنا معايا شرايح من البتنجان. عايزه تعمليها مكعبات اعمليها، حاجه ترجع لك. النهارده انا عامله لك طريقه معينه، والناس اللي عايزه طريقه اللهم صل عليك يا نبي، طريقتها باللحمه المفرومه عينيا، والناس اللي عايزه طريقتها بالبشاميل عينيا. احنا كده كده مع بعض، ومعانا وقت نعمل اللي احنا عايزينه. اللي هنا بقى الثالثه هيكون معايا البطاطس. بصي انا هجيب البطاطس هنا عشان الولاد بيحبوا دايما دايما البطاطس، وبيحبوا دايما دايما الفلفل والبتنجان، وعايزه اقول لك انها بتبقى مفيده وجميله. بصي زي ما انت شايفه كلها كده شرايح في بعضها، فبتكون لطيفه جدا. طب في الاخر هنا بقى يا ساره هتضيفي ايه؟ في الاخر هنا هضيف الفلفل الحامي. انا واحده يعني بعشق الفلفل الحامي في المسقعه، بدوب فيه كده. تمام، اهو الفلفل الحامي اهو، مش هحرم نفسي، وهبقى انا كده عندي هنا ليا وعندي هنا للولاد. فبالتالي لو انت بتحبي الحامي زيي وعايزه تشتغلي بيه، اعملي زي ما انا عملت كده. شايفه الجمال؟ ادي الصينيه، احنا هناكل والولاد هياكلوا، الولاد هياكلوا البطاطس والفلفل والبتنجان، ومش هيقربوا طبعا ناحيه الفلفل، وهتبقى زي الفل. بصي البتنجان معايا زبده ما شاء الله، بجد كده مقلي بطريقه جميله زبده. طيب هنعمل ايه بعد كده بقى؟ هوريك الطريقه الثانيه والمفضله ليا انا اكتر، يعني انا كمان بفضل الطريقه اللي هوريها لك دي اكتر. دلوقتي هنعمل ايه؟ نشيل كده الحاجات دي. وهنعمل ايه بقى؟ الناس يا جماعه اللي بتتصل بالتليفون وبتقول لي في ضغط في التليفونات يا ساره، والله يعني انا نفسي افضل اتكلم معاكم على طول، بس بيكون في ضغط، فحاولوا تتكلموا تاني. احنا سايبين لكم الارقام علشان تكلموني. بصوا بقى كده ما شاء الله بتتسبك معايا وزي الفل. ناخد بقى كده، بصوا كده، بصي فيها ملحها وبهاراتها وزي الفل. بصي قطع الطماطم اللي بقول لك عليها نازله تعمل عظمه. بصي الجمال، عظمه، الله اكبر. نعمل ايه بقى؟ ندخلها الفرن على ضوء على طول على درجه حراره 200 بالظبط، 10 دقائق ربع ساعه، كله مستوي في بعضه، بس نديهم مساحه ان هم ياكلوا في بعض. بعدين نقفل الفرن ونشغل الشوايه عشان تاخد لون، ويبقى معانا احلى طاجن بطاطس ياكل، طاجن مسقعه ياكل. بصوا فيها بطاطس وفيها فلفل وفيها بتنجان، اكله جميله ومكوناتها زي الفل. بصوا كده معانا ماهي نار. الو الو يا شيف، عامله ايه؟ يا ماهي عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس، اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. ايه المسقعه الجميله دي؟ الحمد لله. حلو اسمك يا ماهي نار. ميرسي يا روحي، اول مره حد يكلمنا كده اسمه ماهي نار. حبيبتي انا بس عشان بحاول اكلمك بقالي كتير، فاول مره تظبط وحد ياخد التليفون بتاعي. يا روحي